بالتالي يعني ربما المنتخب السعودي اللاعب يملك امكانيات ممتازه دغريري اذا ما استثمر احد. فينول الهولندي لكن تصل الكره من الف تيل، مرور ممتاز جدا وتغطيه واستحواذ على الكره بشكل اكثر من رائع من محمد الجانبيه لمصلحه المنتخب النيجيري. رميه جميل، لاعب عنده امكانيه صناعه الاهداف، لكن عموما القروني اخرج اللاعبان فعاليه فهد المولد وفهد الجني لحد الان لم تظهر هذه الكره الماضيه الف تيل مع المنتخب النيجيري بالسلامه. الف تيل محمد الف تيل مدافع المنتخب السعودي. نشاهد منتخبنا يصل الى دور الاربعه تسديده من مسافه بعيده لكن تمر الى خارج ارضيه الملعب يعتذر من زملائه محمد الف تيل احد اللاعبين الرائعين ايضا في المنتخب السعودي ومدافع النادي الاهلي. كره للامام، محاوله من جانب اوجابو يمر وتغطيه من جانب الف تيل ممتازه. الف تيل يترك الكره تذهب الى خارج الملعب، ممتازه التغطيه من جانب لمصر للمنتخب النيجيري. على الف تيل يلعب الكره في اسبانيا وفي هولندا وفي بلجيكا وفي البرتغال، لاعبين صغار السن ما زالوا في المنتخب النيجيري لكن كره تصل او ابريل في 1 ابريل اقيمت والمنتخب النيجيري كان حقق لقب البطوله على حساب الكاميرون. كانت في الممتازه للمنتخب النيجيري وخطيره، محاولات نيجيريه لا زالت عند عبد الله سديري حارس مرمى المنتخب السعودي. لحد الان المنتخب النيجيري ما في خطوره على ملعوبه، محاوله لعبد الله عطيف محمد الف تيل سديري الحارس، هذه كره اماميه لمصلحه المنتخب النيجيري وحكم المباراه يشير الى خطا السلامه. صراحه من لاعب ممتاز جدا يبعد كل الكرات العالية يرتقي لها ويبعدها بالراس محمد الف تيل بالسلامة ان شاء الله. السلامة الف تيل طبعا في دور 16 المنتخب المصري سيقابل الارجنتين بعد ان حصل على 7 نقاط. ستلعب مع ثالث المجموعة اي او المجموعة بي، البرازيل طبعا ستلعب مع ثاني المجموعة دي اللي هي مجموعة السعودية. هذا الكرة من جديد عند محمد الف تيل، مرور ويقطع محمد الف تيل يلعب الكرة الطويلة إلى الأمام ممتازة جدا. الفهمي أمامية ملعوبة الف تيل ممتاز الف تيل صعب جدا لكن الف تيل في التغطية ممتازة جدا والكرة تمر والكرة الملعوبة إلى الأمام تبعد بالراس. الكرة إبراهيم ويلعب الكرة لمحمد الف تيل الممتاز بالراس وتعود الكره لالف تيل. محمد الف تيل اماميه من الف تيل ممتازه ثم الكره اقرب لمحمد الف تيل. الف تيل تقطع من جانب لا اوجاو النيجيري وبالتالي الكره الى ملعب. الكره الماضيه كانت مكاتفه من الف تيل يعني كانت في كره بالتالي الكرة تعود من جديد عند محمد الف تيل. يعيد الكرة وتصل الى الخلف عند محمد الف تيل تبعد من الف تيل. لحد الان تعادل سلبي بدون اهداف، واذا تعادل المنتوج دغريري والفهمي يعني لكن يعني معليش يعني فرصة للمباراة الماضية أمام كرواتيا وأمام غواتيمالا. دغريري تحركاته تقلق لاعب يحاول أن يبحث عن التسديد وبالتالي تذهب الكرة إلى ضربة زاوية الآن عند فهد المولد. ملعوب الكرة للأمام ألف تيل كما ذكرت المنتخب السعودي حتى علي الزبيدي. يعيد الكرة لمحمد ألف تيل فمن جديد رمية جانبية عند محمد ألف تيل لمحمد ألف تيل طويل الكرة إلى الأمام